بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. شباب سنة تالتة، النهاردة فيديو، أول فيديو في الأوبستي. الأوبستي إن شاء الله هتقسم على فيديوهين. أول حاجة بنتكلم عن تعريف الأوبستي، دي أول حاجة تخلي بالك منها. ده الكلام ده في الكتاب في صفحة 102، تمام؟ تعريف الأوبستي، كلاسيفيكيشن بتاعة الأوبستي، وبعد كده الإبيديميولوجي بتاع الأوبستي، وبعد كده نبدأ نتكلم عن أسباب والكومبليكيشن والباثوجينيز بتاعة الأوبستي. يعني ايه اصلا كلمه اوبيستي اللي هي السمنه؟ التعريف كله بيتمثل في انكريز او اكوموليشن اوف فات. الفات لما يزيد في الجسم فيبدا يزود البادي. ايه البادي؟ مين؟ البادي ويت. فيبقى انا برضو عملت لك 6 ورقات كده بخط الايد. ده الفيديو الاولاني تعريف، ويا ريت تقرا معايا. يعني انت رتب كلامك عادي من المذكره، ورتب معايا منين الورقه اللي بخط الايد عشان ما تتوهش نفسك، هتلاقي الدنيا مظبوطه. ما هو الاوبيستي؟ قال لك الاوبيستي هو زياده الفات اكوموليشن، اكسس في الفات اكوموليشن. لما الفات يبدا يزيد في الجسم هيبقى البادي ويت هيبدا ايه؟ يزيد. يبقى انت البادي ويت زاد نتيجه مش الماسكولاريتي. يعني افرض الواحد بيلعب رياضه والماسكولاريتي زادت، ده مش اوبيستي. يبقى انا اه ما طب ما الماسكولاريتي بتاعته هتزيد، طب ما كده البادي ويت بتاعه زاد، لكن مش معنى كده ان هو ايه؟ اوبيز. يبقى ما هي الاوبيستي؟ السر في تعريف الاوبيستي هو اكسس الفات اكوموليشن، فيبقى انكريز البرسنتج اوف بادي ويت اند فات. اول ما البادي ويت والفات يزيدوا، او الفات يزيد فيزود البادي ويت، كده ده زياده مين؟ يبقى انت ابداها لي بكلمه اكسس فات مين؟ اكيوميليشن، فانكريز البرسنتج بتاعه البادي ويت والفات. طبعا اكتر تصنيف واحسن تصنيف هم معترفين بيه، وهنبقى نقرا من الكتاب كمان شويه. سر الاول معايا الورق دوت، هتلاقي الدنيا مظبوطه خالص. احسن تصنيف هم معترفين بيه اللي هو البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس بيساوي ايه اصلا؟ البادي ماس اندكس بيساوي الويت بالكيلو جرام. يعني انا بشوف وزنك قد ايه بالكيلو ايه؟ جرام. بقسمه على مربع الهايت بالمتر، وبيديني رقم. يعني ايه مربع الهايت بالمتر؟ كل تربيع. يعني مثلا انت وزنك 100 كيلو، طولك 170، يعني 1.7 سنتي. احنا قلنا بالايه؟ قصدي بالمتر. 170 سنتي يبقى طولك 1.7، الكل ايه؟ الكل تربيع. يبقى انت 100 كيلو بقسمها على 1.7، لو انت مثلا 170 سنتي بيطلع رقم. الرقم دوت هو البادي ماس اندكس. فدوا ارقام، قالوا لو انت اقل من 18.5 الرقم اللي طلع دوت يبقى انت اندر ويت، يعني وزنك يعتبر قليل. فاهمني ولا لا؟ يبقى اكتر اختصار معترف بيه للكلاسيفيكيشن او لتحديد الاوبيستي هو البادي ماس ايه؟ اندكس. لو انت اقل من 18، طب افرض انت من 18.5 لحد 24.9، انت نورمال. يبقى النورمال يتراوح ارقامه بين 18.5 24.9. من 25 لحد ما قبل ال 30 اللي هو 29.9 بنسميك اوفر ويت. شفت بقى الدرجات؟ يبقى الاوبيستي من اول ال 30 اوفر ويت وزياده في الوزن، ما قلناش لسه اوبيستي. يبقى لو انت اقل من 18.5 ده اندر ويت، 18.5 ل 24 دوت نورمال، لحد 24.9 ما قبل ال 30 انت اوفر ويت. يعني من اول 25 لحد 29.9 يبقى الاوبيستي من اول كام؟ 30. من 30 ركز كده بقى، ده اللي كاتبينه لك في الايه؟ في الكتاب. من 30 ل 34.9 لما قبل الخمسه انت كلاس 1 اوبيستي. كلاس 2 من 35 ل 39.9. فوق ال 40 للاسف يساوي 40 او اكتر، ده بنسميه كلاس 3. يبقى اللي في النص ده كلاس 2. يبقى الاوبيستي من اول كام؟ من اول 30. عارف كلاس 3 دوت اللي احنا اللي هو فوق الكام؟ ال 40، ده بنسميه موربيد اوبيستي. يعني ده الاوبيستي اللي هيبقى معاها كومبليكيشن كتير او مشاكل كتير زي ما نعرف كمان شويه. يبقى اقرا بقى من الكتاب عادي زي ما انت عايز. الاوبيستي هو انكريز في الفات اكوموليشن فادى الى زياده في البادي ويت. ونسبه الفات فين؟ في الجسم، مش مهم، المهم اكوموليشن اوف فات. رقم 2 الكلاسيفيكيشن، هو هنا مدي كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3. كلاس 1 من اول ال 30، لكن انت لو اقل من 18.5 انت اسمك اندر ويت. من 18.5 ل 24.9 فانت كام؟ فانت نورمال. من 25 ل 29.9 انت اوفر مين؟ اوفر ويت، زي ما انا هتلاقيني كاتبها لك في الورق معانا. يبقى هي دي مين يا جماعه؟ دي الكلاسيفيكيشن. خلينا الاول في الورق ده. يبقى الكلاسيفيكيشن الاوبيستي بتحصل لما البادي ماس اندكس يعدي كام؟ 30 كيلو جرام. وحده قياس البادي ماس اندكس كيلو جرام على المتر كل تربيع، تمام. لو انت اقل من 18.5 اندر ويت، من 18.5 24.9 انت نورمال، من 29.9 اوفر ويت، اكتر من 30 اوبيستي. 30 لحد 34.9 كلاس 1 اوبيستي،
كلاس 2 اوبيستي، كلاس 3 اوبيستي اللي احنا بنسميها موربد. موربد يعني زو كومبليكيشن. طب تعالى على الابيديميولوجي، في 2 ابيديميولوجي هشرحهم لك في الكتاب. ابيديميولوجي يعني انتشار المرض فين؟ في مصر الاول. يبقى اول ابيديميولوجي في ايجيبت. قال لك ان الانتشار طبعا الاوبيستي معروف ان هي في الفيميل اكتر من الميل. الفيميل بتمثل كام؟ قال لك نسبتها 74-86% في الومن، بالنسبة للرجالة من 69-77%. يعني هي برضو كومن في الستات ما بين 74-86%، رجالة أقل شوية 69-77%. الأوبستي أكتر في الأدلت وومن أكتر من اليونج، يعني البنات أكيد الصغيرين لا لس أوبيز عن الستات الكبار شوية. حتى الأوبستي والأوفر ويت أو الأوفر ويت عموما في الأدلت ميل، هنا الستات وهنا الرجالة برضو في الأدلت، في الأدلت بس في الرجالة تلاقيه أوفر ويت أكتر من اليونجر. التشايلد هود والأدلسنت أوبستي العمر الصغير is increase the risk of obesity قدام والموربيديتي إن أدلت هود. يعني تخيل عيل بطروخة وهو صغنن وهو في التشايلد هود أو الأدلسنت، أكيد الريسك بتاع الأوبستي والأمراض هتزيد وهو أدلت لما يكون عنده 40 سنة أو غيره. يبقى أنت في الورقة الأولانية أنت ما اتكلمتش غير عن تعريف الأوبستي والكلاسيفيكيشن بتاع الفيديو رايق يا جماعة وهيتلم بسرعة. والأوبستي بتحصل لما البادي ماس اندكس يزيد عن كام؟ عن 30 بس. فدي الأشكال بتاعتنا بتاعت الكلاسيفيكيشن. في مصر هتقول 4 جمل. الجملة الأولى إن البريفلانس في الستات ما بين 74-86 والرجالة ما بين 69-77. الأوبستي في الأدلت وومن يبقى اكتب على رقم 2 أكتر من اليانجر. الأوبستي أو الأوفر ويت بالذات في الأدلت ميل أكتر من اليانجر. رقم 4 إن التشايلد هود والأدلسنت أوبستي بيزود الريسك بتاع الأوبستي قدام والموربيديتي. طب الأوبستي ريسك فاكتور لأمراض كتير زي ما نعرف كمان شوية، بس هو كان نفسه يجيب سيرة الكوفيد دي قراية. ليه قراية؟ لأن كده كده في سؤال هيقابلنا كمان شوية اسمه إيه؟ اسمه الكومبليكيشن أوف أوبستي. انا بس بمشي لك على العناوين بتاعه الكتاب. يبقى الاول التعريف، ثم الكلاسيفيكيشن، ثم الابيديميولوجي اوف اوبيستي ان مين ايجيبت، والاوبيستي كريسك ايه يا جماعه؟ كريسك فاكتور. تعال على البريفلانس بتاع الاوبيستي از جنرال. يبقى هنا البريفلانس يقصد بيه عموما ارقام ما اظنش ان هي محتاجين ان احنا نحفظها بس نعرفها. 38 مليون اقل من 5 سنين عندهم اوفر ويت واوبيستي في 2019. في 38 مليون بني ادم اقل من 5 سنين اللي هم التشايلد. في 340 ادولسنت اللي هم ما بين سن كام؟ 5-19 او تشايلد لحد ادولسنت عندهم اوفر ويت. شوف الارقام، كل ما الادلت بتزيد او كل ما العمر بيزيد كل ما فرصه الاوبيستي بتبقى اكتر، زي ما لسه قايلين من شويه ان الادلت اكتر من اليانج. فكان في 38 مليون عندهم اوبيستي اوفر ويت في 2019 في العيال اللي اقل من 5. من 5 ل 19 زادوا 340 مليون. شوف بقى في الاكتر من 19 في 1.9 بليون ادلت، تمام؟ في الاكتر من 19 سنه الاوفر ويت بتاعهم اوفر ويت منهم 650 مليون اوبيز. يبقى دي الارقام سواء لاقل من 5 سنين ثم من 5-19 ثم اكتر من 19. يا ريت ترتبها كده. دي الاعمار اهي 38 مليون 340 مليون 1.9 من 10 بليون منهم 650 اوبيز، لكن ال 1.9 من 10 بليون كلهم اوفر ويت. طب ايه رايك في علاقه الاوبيستي بالسوشيو ايكونوميك؟ عجبتني الحته دي. اوفر اول الميل والفيميل كل ما تعليمهم يزيد، يعني كل ما السوشيو ايكونوميك بيزيد كل ما فرصه الاوبيستي بتقل. لوور اوبيستي كومبيرد ويز لو ايديوكيشن ليفل، يعني الناس اللي هاي ايديوكيشن ليفل سواء رجاله او ستات. ولكن امانج الرجاله لقينا ان الاوبستي، ركز كده عشان البريفلانس ده لازم يتحفظ، سكومن ان لو اند هاير انكم كومبيرد تو ميدل انكم. يعني في الرجاله تلاقي ان اللو والهاي اوبيز اكتر من الميدل، تمام؟ في نفس الوقت في الفيميل تلاقي الاوبستي هاير ان مين يا جماعه؟ ان الفيميل ويز هاير انكم ذان ان لو او ميدل جروب. دي بالنسبه للرجاله وبالنسبه لمين؟ وبالنسبه للستات. يبقى ده البريفلانس ا جنرال ودوت الاوبستي اند مين سوشيو ايكونوم. ده الورق اللي موجود عندنا في تعريف الاوبستي كلاسيفيكيشن والابيديميولوجي في مصر. هنا الابيديميولوجي في مصر هنرتبهم 5 جمل.
فاهمني ولا لا؟ نسبتهم في الفيميل قد ايه ونسبتهم في الرجاله قد ايه. بعد كده الاوبستي كريسك مين؟ كريسك فاكتور. تمام تمام وبعد كده معلش اعكس لي بس الجمله بتاعت الميل among الميل الاوبستي از لو مش الاوبستي كومن بتقل في اللو. ومين يا جماعه؟ والهاير انكم كوبيرد تو ميدل انكم يعني اكتر في الميدل مين؟ في الميدل انكم. خلاص ده الابيديميولوجي والسوشيو مين ايكونوميك. تعالى بقى على الحاجات الاهم. ايه الايتيولوجي بتاع الاوبستي؟ الاوبستي ايه اسباب الاوبستي بالعقل كده عشان تفهمهم وترتبهم بسرعه. قال لك الاسباب بتاعه الاوبستي اول حاجه اللايف ستايل. يبقى اول مشكله هتدخلك او اول حاجه هتدخلك في الاوبستي هي اللايف ستايل، اسلوب حياتك. واسلوب حياتك عباره عن اربع حاجات: الاكل، الفيزيكال اكتيفيتي ما بتعملش رياضه، سليب ديبريفيشن ما بتنامش كويس، يا اما انك تكون لسه سايب السجاير سيزيشن اوف سموكينج. يبقى اللايف ستايل اربعه، اتنين منهم هجره او مش مظبوط، سليب ديبريفيشن وسيزيشن اوف سموكينج. في اكل ومجهود او انتخب معنى اصح. يعني ايه يا دكتوره؟ الاكل مين الدايت اللي انت متخيل انه ممكن يدخلك في اوبستي؟ اي حاجه فيها كربوهيدرات او فات، يعني ريفايند كربوهيدرات وفات بيزود الكالوريك انتيك. في اكل بيبقى له هاي جلايسيميك اندكس، وكلمه هاي جلايسيميك اندكس يعني ايه؟ اكل بيسبب ارتفاع في نسبه السكر في الدم. يبقى انك تاكل كربوهيدرات وفات هاي جلايسيميك اندكس فود او فات فود سيرفيس، اكل بيتقدم مليان فات دهون او شوجر كونتيننج بريفريج، يعني اي بقى مشروبات اي حاجات فيها سكر. يبقى الكلمات كلها في كلمه كربوهيدرات، كلمه فات، جلايسيميك اندكس، فات، شوجر. دي كل الحاجات الاكل اللي ممكن يزود الايه يا جماعه؟ فرصه حدوث الاوبستي. رقم 2 السيدنتري لايف اللي هي الانتخه، انت ما بتعملش اي مجهود. يبقى واحد الدايت، رقم 2 الفيزيكال اكتيفيتي اللي هي السيدنتري مين لايف، بينقص الانرجي لوس وبيزود الويت مين؟ الويت جين. رقم 3 سليب ديبريفيشن. بيقول لك سليب ريستريكشن يعني انت لو ما بتنامش كويس في هرمون بيزيد اللي هو الجرلين او الغرلين زي ما خدتوه في الفسيولوجي والبايو، دوت اوروكسينوجينيك عكس الليبتين. الليبتين انوروكسوجينيك. للاسف تنامش كويس الليبتين بيقل، الليبتين اصلا بيسد النفس، فالليبتين لما يقل والجرلين يزيد هتبدا الهنجر والابيتايت يزيدوا. يبقى اول حاجه الدايت، رقم 2 الفيزيكال اكتيفيتي، رقم 3 السليب ايه ديبريفيشن، رقم 4 سيزيشن اوف سموكينج. قال لك ان النيكوتين وذرول يعني انت لما تسيب النيكوتين الفود انتيك هيزيد والانرجي لوس هيقل، فالويت جيم بيزيد بافريج 4 ل 5 كيلو. ده كل الكلام الموجود في الكتاب يا جماعه بالعقل كده. يبقى اول ريسك فاكتور او اول ايتيولوجي في السجائر في الاوبستي هي اللايف ستايل، واللايف ستايل يتمثل في الدايت، اي حاجه فيها كربوهيدرات، فات شوجر، جلايسيميك اندكس. هنا السيدنتري مين لايف، والسليب ريستريكشن اللي هو الجرلين ومين والليبتين. خلاص ثم سيزيشن اوف مين اوف سموكينج. طب ايه الدراجز؟ رقم 2 في ادويه بتزود الويت جين، في اي بي سي دي انتي، كلهم انتي ديبريسنت، انتي سايكوتيك، انتي كونفالزنت، انتي انفلاماتوري، انتي روماتيك. اتنين دول مع بعض في الاخر، والثلاثه الاولانيين مع بعض، لان الانتي ديبريسنت، انتي سايكوتيك، انتي كونفالزنت، ثم انتي انفلاماتوري وانتي روماتيك. الناس اللي بتاخد دواء للبريست كانسر اللي هو التاموكسيفين البي سي 3 سي كونتراسبتيف وكورتيكوسترويد والكنابويد، يبقى الكورتيكوسترويد والكنابز اللي هو الحشيش والكونتراسبتيف اللي هي ادويه حبوب منع الحمل والكلام ده كله بيزود الويت جين. حتى كان دايما يقول لك بيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. يبقى الكنابز كورتيكو والكونتراسبتيف. طب والدايابيتوجينيك اللي هم مين؟ العلاجات بقى بتاعت السكر زي الانسولين والسلفونايل يوريا والجليتازون، لانها بتدخل الجلوكوز جوه الخلايا فبتخلي احساس الجوع بايه؟ بيزيد. تفهمني ولا لا؟ يبقى اول حاجه اللايف ستايل، رقم 2 دراجز، رقم 3 نيورو اندوكراين، وده منطقي جدا اللي هي مشكله بقى اندوكراينال هرمونات. يبقى اول حاجه دخلتك في اوبستي كانت اللايف ستايل،
رقم اتنين النيورو اندوكراين. ايه يا جماعه المشاكل اللي في الهرمونات اللي ممكن تسبب في حدوث الاوبستي؟ ان يحصل هايبو سلاميك دامج. بيقول لك الهايبو سلامس لما بيحصل له دامج نتيجه تروما، تيومر، انفلاماتوري ديزيز، سيرجري في البوستيريو الفوصه، فاهمني؟ او انكريز الانتراكرينيال تنشن. الهايبو سلامس لما يحصل له مشكله بيزود الهايبرفاجيا، كانك طفص عند اوبستي. يبقى دي مين اول واحده في الاندوكراين اللي هو الهايبو؟ مين يا جماعه؟ هايبو سلاميك دامج. رقم اتنين معروف مرض اسمه الكوشنج سندروم، لانه بيرفع نسبه الكورتيزون. واحنا لسه قايلين ان الكورتيكوسترويد عموما من الادويه اللي بترفع السكر وبترفع الاوبستي وبتعمل حاجه اسمها ليمون اون ماتش ستيك، هتعرفوها في البطنه لما يقول لك ايه، ان المشكله ان هي بتسحب ميه من الاطراف وتركزها في السنتر في البطن، فكانها ليمونه. يقول لك ليمون اون ماتش ستيك، كانها ليمونه على ايه؟ على عود كبريت. المهم دي مين يا جماعه؟ دي اللي بتبقى رسمتها كده، يعني الكوشنج سندروم تلاقيه يجيب الفات من الاطراف ويرصبه فين؟ في الابدومن، فكان الاطراف يا عيني بتاعته رفيعه وهو نفسه بص من تختوخ من النص. ليمون اون ماتش ستيك، فاهمني ولا لا؟ تمام. دوت مين يا جماعه؟ ده النيورو اندوكراين. يبقى اول واحد في النيورو اندوكراين مين؟ الهايبوثالامس. رقم اتنين الكوشنج. رقم ثلاثة الهايبوثايروديزم ام سي كيو، انه بيعمل مودست نقص الثايرويد نوت ماركت اوبستي. واخر حاجه اللي هو البوليسيستيك اوفري، 50% من الستات اللي عندهم بوليسيستيك اوفري ار اوبيز. الاوبيز الاوبيستي يا جماعه بتخزن استروجين، الفات بيخزن استروجين فبيلخبط الهرمون خالص، عشان كده دخل الست في مين؟ بوليسيستيك اوفري. ده غير ان اصلا في قاعده بتقول ان الاوبيزيتي دايما مرتبط بمين؟ بالاورام اللي لها علاقه بالهرمونات، زي البريست كانسر، زي الاندوميتريال كانسر. انت فاهم قصدي ولا لا؟ دايما الاوبيزيتي مرتبطه بالايه؟ بالتيومرز الفلانيه اللي هي اللي لها علاقه بالهرمون. طيب يبقى اول فاكتور كان بالنسبه لنا اللايف ستايل، ثاني فاكتور كانت الدراجز، ثالث فاكتور النيورو مين يا جماعه؟ اندوكراين. طب سوشي ايكونوميك، ايه رايك جنرالي كده الاوبستي كومان فين؟ في الهاي ولا اللو؟ قلنا اللو. الحته دي ام سي كيو، ان البلاك من اكتر من الوايت من في الاوبستي، والبلاك كومان اكتر من مين؟ البلاك من اقل من الوايت في الاوبستي، والبلاك كومان هما اللي اكتر من الوايت في الاوبستي. يبقى الرجاله البيض اكتر من الرجاله السود في الاوبستي، الستات السود بلاك اكتر من الوايت في ميل هما فين؟ في الاوبستي. يبقى دوت السوشيو ايه يا جماعه؟ ايكونوميك اند اسنيك جروب، كلمه اسنيك يعني العرق اللي هو الفصيله. طب سايكولوجيكال، في مرض بيحصل كده في الشتاء اسمه سيزونال موسمي افكتيف ديس اوردر، خلي الناس اللي قاعده بالذات في الاماكن الساقعه يجي لهم ديبريشن، والاكتئاب ده بيخليهم ياكلوا كتير. ديبريشن افكت البيبل اللي بيعيشوا في الفار نورث ديورنج الوينتر، فبيحصل وينتر انكريز ان بادي ويت، يزيد الوزن بتاعهم في الشتاء، ده اكتئاب بيحصل. فيبقى هنا سايكولوجيكال مين؟ يبقى السوشيو ايكونوميك خدها مع مين؟ مع السايكولوجيكال. واخر فاكتور جينيتك. طب هسألك سؤال، هي الاوبستي لا علاقه بالجينيتك فاكتور ولا لا؟ طبعا. ليه؟ اولا ان هي بتاثر على هرمون اسمه الليبتين، وهنعرف من الباثوجينيز دلوقتي الجينيتك ان الليبتين بيلعب دور مهم فين؟ في الاوبستي، والليبتين ديكريز ممكن يكون جينيتك ديس اوردر. ثانيا ان الناس بينزل عندهم اللي بيتولدوا عندهم سسبتابيليتي جينز، بس لازم يتعرضوا للانفايرومنتال فاكتورز، يعني لازم تتوجد في بيت يكون بياكل كتير بيعق في الاكل ويكون انت عندك جينيتك سسبتابيليتي. ده غير ان الميتابوليك ريسبونس والفيزيكال اكتيفيتي ده كله جينيتك لينكد. اكتب الكلمه دي، يعني الحرق بتاعك يعتبر جينيتك، الكروموزوم بتلعب دور في الموضوع، فاهمني ولا لا؟ يبقى تاني كده بالله عليك، اول ورقتين هوبي بعد ما اتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن والكلام ده، هنا بنتكلم عن الريسك فاكتور. ما تقرا لي يلا الريسك فاكتور كده من الكتاب بعد ما اتكلمنا عن الاوبيس كريسك فاكتور. ايه الايتيولوجي؟ قلنا الايتيولوجي اول حاجه اللايف ستايل، اول حاجه في اللايف ستايل الدايت، والدايت لازم يبقى فيه كربوهيدرات وفات كتير. بص الكلام مطلعه لك منين. بعد كده الاكل اللي يكون فيه هاي جلايسيميك اندكس، فيه شوجر، فاهمني ولا لا؟ فوت فات فوت سيرفيس معايا ولا لا؟ طب رقم اتنين الفيزيكال، الفيزيكال اكتيفيتي اللي هو السيدنتري لايف، ثم حرمانك من النوم او تبطيلك السجاير. وقلنا حرمانك من النوم بيقلل الليبتين ويزود الغريلين،
طب السيزيشن اوف سموكينج بيزود الفود انتيك وبينقص الانرجي لوس، وانا كتبت لك اصلا كل الايه الايتمز لانك بتاكل كتير وما بتعملش مجهود. الادويه انتي ثم بريست كانسر ثم 3 سي ثم الديابيتك تريتمنت ثم نيورو اندوكراين، يبقى اول فاكتور لايف ستايل، رقم 2 ادويه، رقم 3 هرمونات. هناخد الثلاثة دول مع بعض، يا لايف ستايل يا دراجز يا نيورو ثم سوشيو ايكونوميك ثم سايكولوجيك ثم جينيتك، وعرفنا دور الجينيتك ايه. طب الباثوجينيز بتاع الاوبيستي، قال لك عشان الاوبيستي تحصل، عشان الاوبيستي تحصل يا اما الليبتين، وده خدته في البايو، بيحصل هرمون الكنترول اوف ليبتين، يا اما حاجه اسمها فات ديسفانكشن. كل ما الانرجي تزيد، يعني كل ما هتاكل فات وتاكل كربوهيدرات، بيحصل تضخم في الخلايا الدهنيه، هايبرتروفي اوف فات سيلز، فيؤدي الى حاجه اسمها فات ديسفانكشن. يبقى اول باثوجينيزيس، يبقى لو جالك سؤال ايه الباثوجينيز بتاعت الاوبيستي، هتقول له حاجتين، يا فات ديسفانكشن يا هرمون الكنترول اوف ليبتين. الفات ديسفانكشن عباره عن تغير في وظيفي ولا اناتومي؟ الاثنين، ما هتختوخ، يبقى هو عباره عن اناتوميك اند فانكشنال ابنورماليتي اوف ادايبوسايت اللي هي الخلايا الدهنيه، ريزلتنج ان اندوكراينال اند اميون سيستم امبالانس. السؤال الاهم على الاطلاق، ايه هي الكومبليكيشن اوف اوبيستي؟ بالصلاه على النبي، الاوبيستي هتضرب كل حاجه. يعني ايه هتضرب كل حاجه؟ يعني انت لو ركزت معايا هتلاقي ان الاوبيستي دي من اول، بص عايز تجيب قول لي كده اي سيستم في حياتك، كارديو فاسكولار القلب، رقم 2 اللنج ريسبيراتوري، رقم 3 الجي اي تي، عايز ايه تاني؟ رقم 4 البرين سي ان اس، رقم 5 الماليجنسي الاورام، رقم 6 نفسي سايكو، رقم 7 جراحه سيرجيكال، ولاده اوبستاتريك، نساء برضو ريبرودكتيف، عظم اورثوبيديك، حتى الجلد كوتينيوس. الله، اضرب لي كل السيستم. الفات يا ابني زاد هيعمل اسيسكلروز، والاسيسكلروز هيدخلك في هايبرتنشن، والهايبرتنشن يدخلك في كارديو مايوباسي، يدخلك في بالمونري هايبرتنشن كله. تيجي تاخد نفسك مش قادر، اوبستراكتيف سليب ابنيا، يجي لك سكر طبعا، 80% من تايب 2 ار اوبيز، لان الفات بيقلل استجابه الريسبتورز للانسولين. تاني الاوبيستي زادت، اضرب لي اهم حاجه، اعمل لي سكر، واضرب لي القلب، واضرب لي اللنج، واضرب البرين، واعمل اورام، واضرب جي اي تي، واتنين اس سايكو وسيرجيكال، وسيرجيكال ترد تجر وراها ايه؟ اوبستاتريك وريبرودكتيف وارثوبيديك وكوتينيوس وميسيلينيوس، حاجه كمان في حاجات زياده، فاهمني ولا لا؟ تمام. القلب ابداها لي باسس كودروس. بص يا عم، ادام الشرياني ضيق، ركز كده معايا، هات ورقه فاضيه كده، ادام الشريان ضيق خلاص، يعني ده القلب اهو، هنا الاورطه، لما بيحصل اسس كودروزز فالشريان ضيق، فيحصل هايبرتنشن، لان المقاومه هنا ايه؟ هتزيد قدام الشريان، فتبدا عضله القلب تعمل مجهود اعلى، فيحصل لها هايبرتروفي، فتخش من هنا في ايه؟ كاردو مايوباسي. معايا ولا لا؟ ده بالنسبه للقلب. يجي اللنج مش عارف ياخد نفسه، يبقى اوبستراكتيف سليب ابنيا، ويخش منك في برونكال ازمه، وحاجه اسمها بيكويكيان سندروم هنعرفه دلوقتي. سي ان اس انكريز الانتراكرينيال تنشن، ستروك، جلطات طبعا بسبب الدهون، ميتابوليك دايابيتس تايب 2 دايابيتس، وديسليبيديميا حاجه اسمها ميتابوليك سندروم، جي اي تي المراره بالذات الستات، كان دايما يقول لك خدتوا انتوا الجول بلادر في الجي اي تي، كان يقول لك يحصل لخمسه اف في ميل فاتي فرتايل فلسي رمرامه بتاكل اي حاجه، يبقى ايه؟ فات، يبقى الواحده التخينه عندها مراره، مشكله في المراره. يجي لها ايه تاني؟ يجي لها نون الكحوليك استياتو هيباتايتس، يا سلام، ناش حاجه في الكبد كده هتعرفوها، هو تليف والتهابات في خلايا الكبد بس نون الكحوليك، هي بتدي نفس الشكل في الميكروسكوب بتاع الكحول، فبس عشان كده يسموها نون الكحوليك، يعني يعمل بالونينج،
نفخه كده في الهيباتوسايت، بس هنا يبقى بسبب الفات مش بسبب، عشان كده في مرض تاني اسمه فاتي ليفر ويعمل جرد اللي هو الارتجاع. الست طبعا كسايكو مش عاجبها منظرها، فاستجمة وتخش في اكتئاب، تيجي تعمل عملية الجرح ما يلمش بسبب التخن، تخش على العظم يجي لها خشونة في المفاصل بسبب ان الجوينتس التهبت بسبب الوزن اللي تقل على المفاصل. اي حاجة لها علاقة بالبطنة بتبقى رايقة بصراحة. كلام الكوميونتي غاب شوية تقيل، لكن اي سؤال ريليتد للبطنة بتلاقي الامور رايقة شوية. يبقى تاني بص لي يا معلم، ايه الكومبليكيشن بتاع الاوبيستي؟ اكتب كده كل حاجه. يعني ايه كل حاجه؟ كل حاجه. كارديو فاسكولار بدا بايه؟ بدا بعلم على اسس كروز الاول، ثم اسينشال هايبرتنشن، ثم كروناري ارتر ديزيز، ثم كاردو مايوباسي، ثم بالمونر هايبرتنشن، ميتابوليك تايب 2 دايابيتس، وميتابوليك سندروم وديسليبيديميا، سي ان اس ستروك وانتراكرينيال تنشن، مالجنانت اندوميتريال بقى. وبص بالذات الاورام اللي لها علاقه بالهرمونز، اندوميتريال تكاثر بقى فاهمني، الراجل بروستات، بريست كانسر، كولون ده اخر حاجه، ريسبيراتوري مش قادر ياخد نفسه من التخن، اوبستراكتيف سليب ابنا، برونكا الازمه، بكويكن سندروم اللي هو اوبيستي هايبو فنتيليشن سندروم، جي اي تي يجي لها التهاب في المراره، نون الكحوليك استياتو هيباتايتس، ناش فاتي ليفر، جرد، استجمع يعني خجلانه من شكلها، او ديبريشن. بص اوبرتيف كومبليكيشن زي الدي الجرح ما يلمش، يجي له دي في تي جلطه في رجليها، اورثوبيديك خشونه في المفاصل، اوستيو ارثرايتس، يجي لها مشاكل في التبويض، ان اوفيوليشن او ايرلي بيوبرتي او هايبر اندروجينيزم، بوليسيستيك اوفري، دي كلها ريبرودكتيف. طب اوبستاتريك يجي لها هايبرتنشن بتاع الحمل، فيتال ماكروزوميا هيطلع لمين يعني؟ فالعيل يطلع حجمه كبير. يبقى كارديو فاسكولار ميتابوليك بص وسي ان اس وريسبيراتوري جي اي تي مع بعض مع مالجنا سايكو مع سيرجيكال، يعني بص كل دول يعتبروا السيستمز الكبار اللي هم مين؟ كارديو، سي ان اس، جي اي تي، ريسبيراتوري، مالجنانت، ميتابوليك، اتنين بحرف الام يكملوا الايه؟ يكملوا السته. يعني انت ريسبيراتوري، جي اي تي، سي ان اس، كارديو، ادي اربعه. ام ام ميتابوليك وايه ومالجنم، ثم 2 اس سايكو سيرجيكال، الجراحه بقى تجر الايه؟ جراحه العض، ثم نسا، ثم ريبرودكتيف، ثم بيلفيك ستريس انكونتيننس، استحملش توصل للحمام، كوتينياس يطلع لها شعر في جسمها، ريشويتزم نتيجه لخبطه الهرمونات برضو، سيلولايتس، كاربانكل، حتى يبقى فيه ايه؟ دوالي على طول، في إديمة سواء فينوس او ليمف، نقص الموبيليتي، مش قادره تتحرك، مش قادره تهتم بالهيجين بتاعها، النظافه، تفهمني ولا لا؟ حتى ميسلينيوس يعني في مشاكل زياده. طب قبل ما نتكلم الفيديو الجاي على المانجمنت، ايه بقى البيشنت ايفالويشن؟ ازاي اقيم العيان؟ المفروض لما تيجي تقيم عيان في الاوبستي ممكن يجي لك سؤال تقول له كده عشان اقيم العيان في الاوبستي لازم ايه يا جماعه؟ اعمل اربع حاجات اول او خمس حاجات. اول حاجه ناخد ايه؟ هيستوري. ايه الهيستوري بتاعتنا؟ ان يبقى في تساله هل في ريسنت ويت تشينج، وزنك زاد مره واحده قل مره واحده، دايتري انتيك زي 24 ساعه ريكولا، خليه يسجل هو بياكل ايه كل يوم، دايتري انتيك اساله عن الاكل بتاعه، عندك حساسيه من اكل معين، تعمل مجهود ولا لا، في امراض، في ادويه بتاخدها زي الكورتيزون، يبقى انا بسال على الديزيز والميديكيشن، وبسال على الدايتري انتيك وريسنت ويت تشينج والاكل، بالنسبه للاكل في الرجي او فود او كلام. طب وبالنسبه للبيهيفير هل هو عنده استعداد للتغيير؟ يعني ايه الحافز انك تقل في وزنك؟ عايز تقل في وزنك ليه؟ حاولت قبل كده ولا لا؟ طب عارف الريسك والبينفيت؟ طب عندك استعداد للمجهود، اتيتيود فور فيزيكال اكتيفيتي، يبقى ده مين؟ البيهيفير. ثم نبدا نحسب بقى الحاجات اللي انتوا خدتوها في البطنه. البادي ماس اندكس قلنا هو الوزن بالكيلو جرام على مربع الهايت بالايه؟ بالمتر. الويست سيركمفرنس يعني ايه؟ محيط البطن، شوف الكرش، تخن، ويست سيركمفرنس، ميد ابر ارم سيركمفرنس محيط الدراع، او نشوف تخن الجلد، حاجه اسمها سكين فولد سيكنس. في الانثروبومتريك ميجر في البطن هو الملوك والجمال، لزاز، اي حاجه ريليت للبطن رايقه. طب الفيزيكال يعني ايه؟ اشوف الماسل ماس، اشوف السبكوتينيوس فات، اكشف عليه، كلمه فيزيكال يعني كشف،
اقيس له الضغط، اشوف فيه علامات من الفيتامين والمينرال ديفيشنسي ولا لا، واعمل له شويه تحاليل زي التحليل التراكمي للهيموجلوبين، تحليل الدهون، ثايرويد عشان الهايبوثايرويديزم، ليفر فانكشن عشان الناش والحاجات دي، سيرم كورتيزول، او اشوف له الفاستنج مين، الفاستنج جلوكوز. ده الفيديو الاولاني يا جماعه الاوبيستي، وبكره باذن الله انزل لك الفيديو الثاني ماشي، وباذن الله نلمهم على طول فيديو ورا الثاني كده لحد ما الامور تبقى تمام باذن الله. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.